عبر نواعم اليوم بدي رحب بضيفتنا الفنانة مي حريري. بدي اقول لك مي، اول شيء اشتقنا لك كثير، طولت الغيبة علينا، بس شكلك راجعة ومعك كثير اشياء بجعبتك. خبريني اول شيء بدنا نسألك عنه، بحبك انا بجنون، هيدي الاغنية اللي كثير من الناس حبتها ونزلت عبر اثير الاذاعات، تصورت بس بعد ما شفناها. اول شيء بدي اقول لك انه انا يعني الغيبة انه بالظروف الحالية اللي بكل الوضع، فحس انه هيك الواحد وقت بيعمل عمل انه بيحب يحتضنه للعمل حتى ياخذ حقه. بحس انه اي عمل بده ينزل كان بهالفترة هي كان مش حياخذ يعني حقه، عشان هيك انه محضرة كتير. بدي عندي 3 اغاني بدي انزلهم ورا بعضهم. بحبك انا بجنون، بحبها كتير هيدي الغنية. اجلت عملت كليبها هلا ليتلي مع ناتالي مقبل، وفكرة كتير حلوة. يعني انا بكون بعالم عالمي اللي هو اللون اللي بيثبت، يعني هو شخصيتي البلو والروز، ف بروح يعني وفي حدا متحكم بهذا العالم. يعني هي متحكمة فيه، متحكمة بكل شيء حوالي، كل شيء، وهيك يعني غريب كتير، مش شيء طبيعي. وما فينا نحكي كتير لأنه منحرق القصة كلها. إذا طلب منك تعطي رأيك بكل صراحة بأحدى الزميلات اليوم، إن كان بتحبيها أو ما بتحبيها، على شو مي حريري بتبني اليوم رأيها؟ على شخصية الفن، يعني على شخصية الشخص اللي عم بنسأل عنه. أنا اليوم لو سألتك كم اسم مستعدة تعطيني تقولي بكلمتين رأيك عنهم هول الأشخاص؟ بس ما يكونوا نفس الأشخاص اللي دايماً بنسأل عنهم. بدك تغير. رح غير عنهم شوي. بدي أسأل اليوم مي حريري عن لطيفة. فنياً فنانة كتير كبيرة، بحب صوتها كتير، اشتقنا لأغانيها، بحب بغرامك ويعني هيك شيء. الأغاني She's a lady. كثير بحب الفنان، لو فنان وفات بمصر يعني مع شعب مع جمهوره وطلع مسارح كبيرة وكذا وهيك، بس كلها أنوثة لطيفة. أحلام فيك تقولي باس مطرح ما بدي. ليك شو أحلام حلوة هيك، هي هيك يعني ما فيك يعني حبيتها العالم هيك، عرفت شو؟ هاي الشخصية الجبارة، فنانة العرب الأولى، مش هيني أحلام، شخص مش كلمة مزحة، مانا مزحة يعني. مايا تياب؟ مايا كمان صديقتي عفويتها لمايا نجحتها ببروجرامها. لما مثلت مسلسلها ما بينت عفويتها، كانت عم بتمثل. بتوافق ما قلت انه هيدول الاشياء يعني مثلا تصوير الاعلانات، تقديم البرامج او حتى التمثيل بتستنفذ بمطرح معين صوره الفنان؟ ايه او لا ليك لا لا دعايات، ليك الفنان اخر شيء بيتكل على دعاياته. دعايات لا بالعكس، انه دعايه هي فتره يعني خلص عرفت كيف، وثواني ما بتلحق يعني، مثل الكليب هي بالعكس بتخدمه للفنان. بس المسلسلات والبروجرامات تلفزيوني يعني البروجرامات برامج تلفزيونيه بحس انه بتستنزفوا تخدموا اذا كان مثل مايا دياب، عرفت شو؟ يعني انا بالنسبه لي اكثر برنامج بدرب هو برنامج مايا دياب، وقبلها كانت منى ابو حمزه، عرفت شو؟ انه عم بحكي مايا دياب بتختلف عن منى مقدمه برامج وهيك، بس منى مايا فنانه وبتغني وبتمثلك وهيك. اي خدمه، بس اما غير فنانين ما حيقدم لهم يعني، بالعكس حياخد منهم. شهدت أصالة بسولا بالبروجرام اللي عم بتقدمه؟ لا ما شهدتي؟ لا. شهدت لطيفة بيلا نغني؟ لا أبدا. شهدت أروى بالبرنامجين اللي عملتهم؟ أروى إيه شفتها، أروى بيخدمها كمان، وأروى نجحت بتقديم البرامج، خدمها يعني، عرفت شو؟ بس إنه لما بتحكي بأروى يعني بتحكي أروى ومايا دياب أشخاص ما عملوا كتير يعني ما وصلوا لقمة الفن واسمهم كسر الدنيا واجوا فاتوا على برامج، عرفت كيف؟ انه هون حريقة بحس، انا ما بعرف هيك بحس يعني، بحس انه هني بعدين اروى ما بعرف، انا كمان اروى كثير بتعجبني.
بعدنا بجو المحاورة مي حريري، سؤال لتطرحيه على نفسك وتجاوبي نفسك فيه شو بيكون؟ حتتجوز مي بعد؟ ايه حتتجوز. انا كنت حاطط هيك سؤال ببالي، خلص اعطيتك يا سكوب هيدا. تحطوا انتظروا مي حريري عروسه 2005 وخمسة بعيون الحاسدين كمان 10. مشاريع مي حريري بالفترة المقبلة؟ عندي تصوير مع مخرجي ما حنسمي الاسم هلا، اثنين كليبين كمان، اغنية بتقول منهم وعدني ما تبعد ولا مرة ولا تحرمني من هالغمرة، من هالليلة ما منتفارق سوا على الحلوة والمرة، كمان كلمات وألحان الأستاذ سليم عساف، وزع كمان مارك عبد النور. تاني وحدة كلام وألحان طارق الزين، وزع أوسين وتوني سابعة تشيل كان، وكمان حتتصور قريبا. نحن بنتمنى لك يا عروسه 2012 عروسه دغري يا عروسه 2012 مي حريري كل التوفيق، وان شاء الله كل اعمالك الجديده بتنال استحسان الجمهور. انا عروس بعد كم يوم حكون، بعد شي جمعه 10 ايام، ايه 10 دايز يعني. كلمه اخيره لنا وعام او ختم المقابله مثل ما انت بتحبي. تحيه كبيره لشعب الامارات ولا اللي انا كثير بحبهم، وانا من طول عمري بقول اني بحب ابو ظبي عاصمة الامارات، بتعني لي كثير، بحب دبي بس ابو ظبي كثير بتعني لي، واشتقت لكم كثير، وان شاء الله يا رب هيك بتمنى كمان لكل اللي عم بيشوفونا من كل البلاد العربيه والمغرب العربي واستراليا وكلهم على النت، ما هي انه هالبلد تزبط ونشوفكم كلنا نشوفكم بالصيف عندنا ان شاء الله، بهالصيفيه بكون الاوضاع صارت احسن بكثير. ميرسي كثير لك، ميرسي لنوان، ميرسي.